ما تخافون من الله، غيرة ماكو، شرف ماكو. والله أنا لما أسمع عراقية تبكي على خبزة أحتقر نفسي. عدي مريم دازة بصمة صوت، اعطوني البصمة أسمعها. أم مريم، أنا عندي أخواني 2 شهداء اشتهدوا 2004 6/6/2004 من قلت لهم التنظيم خذ على شهر 17 بالرمادي، يعني كل تدري بيهم انهم شهداء اصولي. المهم من صارت هاي مال التعويضات مشيتها بال 2009، انا عندي وكاله من والدتي الله يرحمها. المهم مشيت المعاملات وكملت، وهذه بال 2019 يلا كملوا لي واحده من اخواني الشهداء، وانا مشيتهم اثنينهم سوا بس ما كملوا لي. المهم بال 2020 استلمت ماسر لوالدتي، واستلمت 20 استلمت 21/22 وقفوهن، يعني وقفوا الراتب مال والدتي، يعني السنة واحدة بس يلا اللي استلمته. والدتي مغادة ومريضة، من استشهد اخواني صارت اصابتها جلطة، جلطة بالدماغ بعد ما تقدر تمشي. يا أخي والله 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 زحمة، والله انفطر القلب وواحد يستحي من نفسه، لابسين قوط ولابسين أربطة وطالعين بالتلفزيون والعراقيات يبكن على الخبزة. هالسيارات هي مش داوة، هي حقوق أخذوها بدماء أهلهم، وتطلع بنية أمها مقعدة وأخواتها شهداء وتبكي تريد راتبها. يعني ما تخافون من الله، غيرة ماكو، شرف ماكو. والله أنا لما أسمع عراقية تبكي على خبزة أحتقر نفسي. مريم بابا ليش قطعوا الراتب؟ السلام عليكم. هلا بابا. ليش قطعوا الراتب؟ على مصحة صدور، صحة صدور من بدل ما يسحبوا لي يجزوا لي للطب العدلي يجزونا للإحصاء، وهو التاريخ موجود عندهم أنه طالع من الطب العدلي فرق، يعني بين 2004 إلى 2009 مبين التاريخ بشهادة الوفاة، بدل ما يجزونا للطب العدلي ده يسحبونا ويزدون صحة صدور يجزونا للإحصاء مستشفى الجمهوري. أرجع عليهم يقولوا لها تزوير، لما تحكي ولما نقول قوموا هذا التاريخ موجود، وتالية انه ما انسحبت بنفس التاريخ الاستشهاد، انسحبت بتاريخ 2009 فرقش كم سنه بين 2004 الى 2009. يعني قول بس اعطوني كتاب حتى بالعدلي اصحح صحه الصدور على مذيع يدولي راسي ايش يكتبوا لي عليه وكتبوا لي تزوير. انت شنو صح يردون صحه الصدور على شهاده الوفاه؟ ما يحكوا وياك، خلي تقعد اللجنه. يردون صحة الصدور انه اخوت الشهداء اي اخواني مستلمون بقى صحة الصدور. زين انتو من سوال بنتي بابا بنتي بنيتي من سوال شهادة الوفاة اخوت الشهداء من انطاك اياها؟ انا مشيت المعاملة استاذ نجم، انا مشيت المعاملة وانا سحبتها، يعني كملتها صحة الصدور مالتها كل شيء مكملتها ماشية بهن. اني دوائر الانبار اي دولة شفت بالانبار؟ اي موجود كل شيء عندهم بالاصبار، بس هاي من صارت لجنة ناصر الغنام الله لا يرحمه او لا يطيه توقفوا الرواتب والتوقيف سيادة الحاج الاستاذ نجيب كله منا انا من المؤسسة مالت الانبار، هو الخلل هنا أنا بالمؤسسة مالتنا مال الرمادي، والعيب كله بينا هنا أنا بأهل الرمادي مؤسسة الرمادي هنا أنا. لا محافظ يحكي، لا مدير يحكي، لا فخام يحكي، تروح عليهم الا تقعد لجنه يا ابو. صارت وقبل كم يوم رحنا على مكتب الوزير، رحنا وقفه احتجاجيه، يعني 7 نساء او 7 من دول الحين مصابتهم كلش، ام حد نفذهم ولا حد فتح لهم باب ولا حد سلم عندهم، طلعنا احتجاجات وبالشارع ونسوان. انا اريد اقول قصه، اريد اقول قصه ولا حد استجاب لنا. انا اريد اقول قصه، انا مع الدوله ان تدقق، لكن انتم تعتقدون مثل هسه هاي البنيه اللي طلعت على اخوتها على صحه الصدور، انتم تعتقدون اذا واحد هو ما مستوفي شروطه واخوانه او ولده او زوجها او ابوها او اخوها
هو شهيد حقيقي يطلع بالتلفزيون ويفضح نفسه؟ أكيد لا. يعني هو وصل به الحال أن يطلع من خلال هالبرنامج على قناة التغيير يصرخ يلطم يريد حقه؟ سووا له صحة الصدور. زين من 2009 لل 2023 ما تكمل صحة الصدور. زين شلون شو وقت يكمل صحة الصدور؟ هذا المواطن صار له 4 سنوات على صحة الصدور. هاي المواطنة هي وأمها وأخوتها شهداء ويردون من عتا صحة الصدور. ممكن تقولوا لها صحة الصدور مالتك شهداء حقيقيين بابا، أخذ كتابك وروح استلمي حقوقك. وممكن تقولوا لها لا مو شهداء لهاي الأسباب. زين لا هي أي ولا هي لا، وبخلين الناس تصرخ على 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 خبزتها. هذا الكلام أوجهه لمن؟ هذا الكلام لمن يوجه؟ لمن يوجه هذا الكلام؟ ها مريم. يعني خلي سياسي الوزير يعني يشوف لنا يجي للمنبر يشوف حالنا. يعني والله حرام. يا بابا انا قلت الرئيس وزراء بالمناشدات، قلت له ابوس ايدك ورجلك وروح الى تقاعد ومؤسس شهداء الانبار. نعم اتخذت اجراءات وقرارات واخذوا فاسدين بعد ما فعلنا هذا لمده سنوات، لكن الان السيد رئيس الوزراء والسيد عبد الاله النايلي ومدراء التقاعد بالمحافظات يجب ان يحطون حل لهذه المهزله. ما يصير انا اعرض عراقيات يبكن قدام الدنيا وقدام الاعلام وقدام العالم الطالب بحقوقه، قطعوا راتبي، اخذوا راتبي، رادوا مني فلوس، ساوموني على شرفي، ما يصير. انا قمت استحي من نفسي. ما يصير. ماشي بابا ماشي، يعني هذا الفيديو امام الدنيا كلها وامام العالم، ولين مع نهار اصرخ.